بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة قعدنا مع المحاضرة الخامسة ولسه هنكمل الكيرفلينير موشن بس باستخدام اللغة الجديدة اللي هي لغة النورمال اند تانجنت كوردينتس. كنا احنا قلنا في المحاضرات اللي فاتت ان انا عشان امشي في كيرف، يعني لو جيت رسمت كيرف كده اهو، لو جيت رسمت الكيرف ده وانا كنت موجود على الكيرف فلازم يتحقق شرطين. الشرط الاولاني ان الفيلوسيتي تبقى تانجنت للكيرف اهو في، والاكسلريشن تبقى عامله انجل مع الفيلوسيتي توورد ايه، توورد ذا ايه، ذا انكلوزد اوف ذا كيرف، يعني ما يبقاش الاكسلريشن خارجه لبره الكيرف. وكنا اخذنا ان انا عشان ادرس النوع ده من الموشن، عشان ارصد البوزيشن والفلوستي والاكسلريشن، محتاج الكوردينتس اكس وواي وزي. احنا قلنا ان باجي بختار فيكسد بوينت، واجي من الفيكسد بوينت ديت ارسم الاكس اكسس، وارسم مين، وارسم الواي اكس. بدأنا نرصد الموشن بالكارتيزيان كوردينتس ار و V و A. وكنا قلنا ان ال R ديت، لو انا بتكلم على الكارتيزيان كوردينتس، فال R بتبقى X و Y، وال V بتبقى V X و V Y، وال A بتبقى A X و A Y. في بقى لغة تانية بترصد نفس ال R وال V وال A. اللغة التانية دي اسمها ايه؟ اسمها normal and tangent coordinates. normal and tangent ايه؟ coordinates. بس عشان نشرح normal and tangent coordinates لازم نعرفكم شوية رموز جديدة. الرموز الجديدة ديت هنسميها kinematical parameters. يبقى احنا كده هنشرح شوية kinematical parameters اللي هما مين؟ اللي هما S و إبساي. دي كده اسمها إبساي. إبساي دي أنجل. طب إيه الإس وإيه الإبساي؟ قال لي إن الإس ديت دي distance traveled on the curve from start point. يعني لو انا قلت ان البوينت ديت هي الستارت بوينت، البوينت دي هي الستارت بوينت، يبقى انا مشيت لحد ما وصلت للمكان ده مسافه ايه؟ مسافه اس. يبقى الاس دي هي المسافه على الكيرف اللي انا بتحرك عليه. طب ايه هي الابساي؟ ايه هي الابساي؟ قال الابساي ديت هي الانجل of the tangent from the horizontal line. horizontal line. ايه الكلام ده؟ قال لي انت طبعا عارف ان ال V ديت بتبقى tangent. يعني لو جيت كده مديت ال V باللاين، اللاين الاحمر دوت، ده كده هيبقى مين؟ ده كده التانجنت، التانجنت لاين. فالتانجنت لاين ده عمل مع الهوريزونتال لاين انجل اهي. الانجل دي هنسميها ايه؟ هنسميها ابساي. واضح ان الانجل ابساي ديت هي نفسها ميل الفلاستي. انجل ابساي هي نفسها انجل ميل الفلاستي. يعني انا ممكن اقول ان الابساي بتساوي السيتا بتاعت الفلاستي. طب احنا كنا في الكارتيزيان كوردينيتس كنا بنقول ان السيتا بتاعت الفلاستي هي 10 ماينس 1، هي 10 ماينس 1 في واي
على في اكس. طب ما هي في واي دي عبارة عن دي واي باي دي تي، والدي اكس عبارة عن دي اكس باي دي تي. يبقى ممكن كمان نقول ان ديت تان ماينس 1 ايه دي واي باي دي اكس. يبقى كده احنا حطينا تعريف للانجل ايه، للانجل ابساي. يبقى الابساي واضح انها ليها صور كتير، ايه هي نفسها السيتا بتاعت الفلاستي، وهي نفسها تان ماينس 1 في واي على في اكس، وهي نفسها تان ماينس 1 دي واي على دي اكس. عايزين نعرف يونت فيكتورز، يبقى المسميات التانية. ده كده كان اول حاجة كينيماتيكال ايه بارامترز. من ضمن الكينيماتيكال بارامترز هي الرو. الرو ايه الرو ديت؟ دي نطقها كده رو. الرو هي الراديوس اوف كيرفيتشر. الرو هي الراديوس اوف كيرفيتشر. ايه قصة الراديوس اوف كيرفيتشر ديت؟ قال لي هي الديستانس from the curve to the center of curvature. Center of curvature يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا كده نرسم كيرف عشان نعرف قصدي ايه. اهو فين الكيرف دوت؟ الكيرف دوت واضح ان هو ليه كيرفيتشر مختلف. الجزء الاولاني لحد هنا ليه كيرفيتشر، وبعد كده ليه كيرفيتشر تاني. الجزء الاولاني دوت ليه سنتر اوف كيرفيتشر مثلا موجود هنا، يبقى النقطه ديت هي ايه سي 1. دي كده السنتر اوف كيرفيتشر، يعني النقطه اللي الكيرف بيترسم من عندها. الكيرفيتشر التاني سنتر اوف كيرفيتشر مثلا بتاعه هنا اهو سي 2. المسافه بقى، المسافه ما بين السنتر اوف كيرفيتشر والكيرف نفسه اهي، المسافه ديت هي دي مين؟ هي دي رو. فتلاقوا الحته ديت ليها رو، والحته ديت ليها ايه؟ ليها رو تاني. يبقى ده كده هو الراديوس اوف كيرفيتشر. طب هل في علاقه بتربط الراديوس اوف كيرفيتشر بالإبساي بالإس؟ في إيه هي؟ كلكم عارفين إن لو أنا جيت كده رسمت قوس طوله إس وبيعمل أنجل سيتا، وكان القوس ده بريديس آر، فكلكم عارفين إن الإس لو الأرك لانث بيساوي آر في ايه؟ في سيتا. ده كده هو الارك لانث. دي معلومة كلكم عارفينها. طب ايه علاقة المعلومة ديت بكلامنا؟ قال لي انت لو جيت عملت الكيرف بتاعك اهو، نرسمه تاني، ادي الكيرف وادي السنتر اوف كيرفيتشر. فانت لو جيت عملت الخط ده كده، فيبقى الخط ده بايه؟ بريديوس ار، ده اللي احنا بنقوله. طب ولو اخدت الخط ده كده، ما هو برضه نفس الريديوس ايه؟ رو. لو احنا قلنا ان المسافه ديت هي حته من الاس، يعني دي اس مثلا، فتبقى الانجل ديت هي حته من الانجل، يعني دي ابساي. واضح انها نفس الريليشن بتاعت الارك لانس. يعني انا اقدر اقول من هنا ايه؟ ان الدي اس بتساوي رو في الدي ابساي. الرول ده مهم جدا 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 اهو، تعالوا نبروزه. يبقى انا هنا، يبقى انا هنا عندي عرفت يعني ايه اس،
يعني ايه إبساي؟ يعني ايه رو؟ وفي ريليشن بتربطهم ببعض. طيب تعالوا نعرف حاجة كمان. الحاجة الكمان ديت كيس رقم 2 هي يونت فيكتورز. 2 يونت فيكتورز. في قصة اليونت فيكتورز ديت قال لي احنا لما كنا بنرسم الاكس والواي كنا بناخد الاي يونت فيكتور مع الاكس، وكنا بناخد الجي يونت فيكتور مع الواي. يعني انا لما اقول 5 جي كلنا نفهم ان الخمسة ديت رقم اتجاهه هو الواي اكسس. قال لي تعالى نخترع يونت فيكتورز جديدة. ازاي؟ قال لي بص كده، هنيجي مع الفي، هنيجي مع الفي ونرسم يونت فيكتور مع الفي، هنسميه تي كاب. يبقى التي كاب ده، التي كاب هو يونت فيكتور تانجنت to the ايه؟ to the path. طبعا tangent to the path with v مع مين؟ مع الفلاستي. طب ما هو زي ما رسمنا ال j normal لل y عايزين unit vector normal لل t cap ده. قال لي هنرسم خط تاني normal على ال t cap. طبعا انا لو رسمت خط تاني نورمال للتي كاب لازم يكون رايح لفين؟ ناس بقى بتوع الجيومتري، لازم يكون رايح للسنتر اوف كيرفيتشر، لازم يكون رايح للسنتر اوف كيرفيتشر. يعني هناخد اللون الاخضر اهو، يعني لازم يترسم ايه؟ لازم يترسم كده اهو بالمنظر ده. عامل ايه؟ عامل انجل 90 مع التي كاب بس رايح للسنتر اوف كيرفيتشر. يبقى اليونت فيكتور الثاني اسمه ان كاب، والان كاب ده يونت فيكتور ماله؟ نورمال للتي كاب توورد ذا سنتر اوف كيرفيتشر، اوف كيرفيتشر. يعني ايه برضو؟ تعالوا كده نبص على الكيرف اللي احنا رسمين ونحط تي كاب وان كاب في اماكن مختلفة. يعني مثلا انا عايز ارسم التي كاب والان كاب هنا في المكان رقم 1، هرسمهم ازاي؟ قال له ادي التي كاب تانجنت اهو، والان كاب ماله؟ الان كاب يروح للسنتر اوف كيرفيتشر اهو، ادي الان كاب، ادي الان كاب. طب عايزين نرسم المكان رقم 2، نرسم ازاي؟ قال لي تعال اهو نرسم تانجنت للكيرف اهو، ادي مين؟ ادي التي كاب. طب والان كاب؟ قال لي نورمال على التي كاب طبعا هيروح لفين؟ السنتر اوف كيرفيتشر اهو. طب انا عايز ارسم المكان ده، مكان رقم 3، ارسم ازاي؟ اهو ادي التي كاب وادي ايه؟ الان كاب. يروح فين؟ يروح برضو للسنتر اوف كيرفيتشر اهو، اهو يروح للسنتر اوف ايه؟ اوف كيرفيتشر. واضح ان التي كاب والان كاب مالهمش اورجن، التي كاب والان كاب مالهمش ايه؟ مالهمش اورجن، ومش ثابتين. هما صحيح ثابتين في الفاليو، ان الفاليو بتاعتهم بوان، لكن كل شويه اتجاههم عمال يحصل له ايه؟ عمال يتغير. غير الاي والجي، الاي جي الاي والجي ليهم اورجن وايه؟ ما بيلفوش، ثابتين مع ثابتين مهما البادي اتحرك في اي اتجاه. تعالوا نيجي للمرحله الثانيه. ايه هي المرحله الثانيه؟ المرحله الثانيه هي
هنتكلم ازاي بلغه النورمال اند تانجنت. قبل ما نقول هنتكلم ازاي بلغه النورمال اند تانجنت، تعالوا نفتكر سوا كنا بنتكلم ازاي بلغه الكارتيزيان. ادي اهي الكارتيزيان كوردينيتس. في الكارتيزيان كوردينيتس كنا بنقول ان الار عبارة عن X في اتجاه الـ I plus Y في اتجاه الـ J. ولما كنا بنتكلم على الـ velocity كنا بنقول VX في اتجاه الـ I زائد VY في اتجاه الـ J. ولما كنا بنتكلم على الـ acceleration كنا بنقول AX في اتجاه الـ I زائد AY في اتجاه الـ J. يبقى ديت هي وصف الـ R والـ V والـ A بلغة الكارتيزيان كوردينتس. طب لو انا عايز اوصف الكلام ده بلغه النورمال اند تانجنت اعمل ايه؟ قال لي اولا النورمال اند تانجنت كوردينتس without origin. without origin. طب لما انت without origin هحدد مكان ازاي؟ فعشان كده تحديد اللوكيشن باستخدام النورمال اند تانجنت كوردينيتس مش ايه؟ مش هينفع. مش هينفع. طب نروح للحاله الثانيه، انت عايز توصف ايه؟ قال عايز اوصف ال v فيكتور. هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا ان ال t كاب دايما مع ال v. ريمبر ان التي كاب دايما مع مين؟ دايما مع الفي. يعني لا يمكن يبقى في انجل ما بين الفي والتي كاب. يعني انا لما باجي هنا ارسم الاكس والواي اهو، ادي الاكس وادي الواي، بلاقي الفي مالها مايله، فبعمل لها ريزوليوشن في اكس وفي واي. لكن الفي مع التي كاب لا، اهو ادي الفي اهي، ادي الفي اهي، وادي الايه التي كاب دايما هيبقى معاه، مش هيبقى مايل خالص عنها. اهو ادي التي كاب وادي برضه التي كاب. يعني معنى كده ان الفي لما تتكتب از فيكتور هتبقى الفي بتساوي في تي كاب اهي. الفي تي كاب دي بتتكون من جزئين. الجزء الاولاني هو الفي ده وده اللي هو السبيد. سبيد يعني ايه؟ يعني الماجنيتيود اوف ذا فيلوسيتي. فيلوسيتي ده فيكتور، الماجنيتيود بتاعته اسمها ايه؟ اسمها سبيد. والتي كاب ده الدايركشن. والتي كاب ده ايه؟ الدايركشن اللي هو بتحدده انجل ابسايد. الفي كماجنيتيود بتساوي دي اس باي دي تي. دي اس باي دي تي، الاس دي تاني المسافه اللي مشيتها على الكيرف بتاعي. طيب الفيكتور التالت، الفيكتور التالت اللي هو الاكسلريشن فيكتور. كلنا عارفين ان الاكسلريشن فيكتور هو ديريفاتيف الفيلوسيتي فيكتور. يعني الاكسلريشن فيكتور هيساوي الدي في باي دي تي. طب ما هو الفي فيكتور عباره عن في تي كاب، يبقى دي في الفي تي كاب باي دي تي. طب ما هو دول حاجتين مضروبين في بعض، يبقى هكتبه ازاي؟ هقول كده ديريفاتيف الاول ب في دوت مضروب في التي كاب، بعد كده بلس الاول في ديريفاتيف الثاني تي كاب دوت. يبقى في دوت في تي كاب بلس في في تي كاب دوت. طب الفي دوت في اتجاه التي كاب ماشي، لكن التي كاب دوت ده نجيبه ازاي؟ دي كاب دوت ده بقى ايه؟
بقى مشكلة عندنا. فاكرين لما كنا بنعمل ديريفاتيف للار، ريمبر ان الار سوري ان الاي دوت كان بيساوي الجي دوت بيساوي زيرو. ليه؟ لان الاي والجي فيكسد يونت فيكتورز، لكن التي كاب مش فيكسد، ده كل شويه اتجاهه عمال يتغير. طب عشان نحل المشكله دي نعمل ايه؟ قال لي مالكش حل خصوصا في الدرافتيف غير انك تروح لمين؟ للاكس والواي. طب نروح للاكس والواي ازاي؟ تعالوا كده، ادي لاين بيعبر عن الاكس وادي لاين بيعبر عن الواي، وتعالوا نرسم لاين بيعبر على التي كاب ولاين بيعبر عن مين؟ عن الان كاب. اهو عملته 90 اهو، يبقى ده كده اكس. اكس يعني مين؟ يعني اي، يعني بكتبها بلغه اليونت فيكتور، يعني ده كده اي وده كده جي. طب والمايل ده؟ قال لي ده تي كاب وده كده ان كاب. طبعا التي كاب ده بيميل بانجل ايه؟ فاكرين ابساي، ابساي دي تبقى هي نفسها ابساي ديت. وتعالوا نعمل ريزوليوشن للتي كاب على الاي والجي، يعني تخيلوا كده ان التي كاب ده فورس مايله بانجل ابساي، فاقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان التي كاب بتساوي واحد، لان هي الفاليو بتاعتها بواحد، في كوزاين ابساي على الاي، هذه كده واحد في الساين ابساي على الجي. طب والان كاب؟ قال الان كاب لو عملت له ريزوليوشن هيدينا ماينس ساين ابساي على الاي بلس كوزاين ابساي على الجي. خلي بالكوا عشان الريزوليوشن ده هنستخدمه في حل المسائل، ده مش بروف ولا حاجه. طب اعمل ايه بالريزوليوشن اللي انت عملته ده؟ تعالوا كده نجيب التي كاب دوت، التي كاب دوت يعني ديريفاتيف التي كاب، الكوزاين ابساي الديريفاتيف بتاعها بايه؟ قال لي بنيجاتيف ساين ابساي في ابساي دوت على الاي. طب والساين ابساي؟ قال لي بكوزاين ابساي في ابساي دوت. طب ما تيجي ناخد الابساي دوت اللي انا نطقتها ديت بره، اهي ابساي دوت، هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا ان الجزء ده هو نفسه الان كاب اهو، هو نفسه مين؟ الان كاب. قارنوا كده البوكسين ببعض هتلاقوهم هم بالظبط. يبقى معنى كده ان التي كاب دوت بيساوي ابساي دوت في ان كاب، ابساي دوت في ان كاب. طب ما تيجي نسبستيتيوت فين؟ هنا نسبستيتيوت في المكان ده، فاصبحت الاكسلريشن فيكتور عباره عن في دوت في التي كاب زائد في في ابساي دوت ان كاب. اما برضو انت حطيتني في مشكله، ايه الابساي دوت ده؟ قال الابساي دوت ده هو دي ابساي باي دي تي. طب ما تيجي نعمل كده حركه رياضه، يعني نقول هنا دي ابساي باي دي اس وهنا دي اس باي دي تي. ايه الكلام ده؟ بصوا كده، الدي اس باي دي تي اللي هي نفسها دي، دي اس باي دي تي، يبقى انا اقدر اشيل الدي اس باي دي تي واحطها بايه؟ بفي. طب ايه كمان؟ قال لي تعالى كده نرجع للسلايد ديت، احنا كنا اخدنا ايه؟ اخدنا ان الدي اس باي دي ابساي برو، اهي دي اس بتساوي رو دي ابساي،
أخدنا إن الـ ds بتساوي remember أهي إن الـ ds بتساوي رو في الـ dψ. يعني معنى كده إن الـ dψ by ds هي واحد على رو. يعني ملخص الكلام ده إن الإبساي دوت ديت هي عبارة عن في على رو. ارجع substitute هنا. تقوم دي تقول لنا إيه بقى؟ تقول لنا إن الأكسلريشن عبارة عن في دوت تي كاب زائد، خلي بالكم كان في في وفي في كمان، فتبقى في سكوارد على الرو في اتجاه الـ N كاب. يبقى ده كده هو الفيكتور بتاع مين؟ الفيكتور بتاع الاكسلريشن. يبقى انا كده معايا فيكتور الفيلوسيتي ومعايا الفيكتور بتاع مين؟ بتاع الاكسلريشن. فيكتور الفيلوسيتي وفيكتور الاكسلريشن. طب ايه معنى الفيكتور بتاع الاكسلريشن ده؟ تعالوا كده، احنا محتاجين صفحة جديدة نتكلم فيها عن القصة دي. يلا بينا. انت وصلت معانا لان الفيكتور بتاعك بتاع الاكسلريشن كان عبارة عن في دوت تي كاب زائد في سكوارد على رو ان كاب. ايه القصة دي؟ قال لي الفي دوت ده هنسميه سوا اي تي، والترم التاني ده هنسميه اي ان، زي كده اي اكس واي واي مسميات. طب ايه الاي تي ده؟ قال الاي تي ده اسمه الريت اوف سبيد تشينج. خلي بالكم المسميات الريت اوف سبيد تشينج، والاي تي دي هي عباره عن مين؟ الفي دوت. في دوت يعني ايه؟ يعني دي في باي دي تي. الله، طب ما دي في باي دي تي دي ممكن تبقى في دي في باي دي اس. يبقى دي كلها رولز لمين؟ للريت اوف سبيد تشينج. ساعات بنسميها ريت اوف سبيد تشينج وساعات بنسميها تانجنشال كومبوننت. تانجنشال كومبوننت، كل دي مسميات لمين؟ للاي تي. طب الاي تي دي ليها سبيشال كيس؟ اه ليها سبيشال كيسز. ايه هي؟ قال لي اول سبيشال كيس لو كانت الاي تي كونستنت. في الحاله ديت استخدم الرولز بتاعه الكونستنت اكسلريشن اللي هم كانت ايه؟ في ايكوال في نوت بلس اي تي في تي، في سكوارد ايكوال في نوت سكوارد بلس 2 اي تي في اس. الاس اللي هي المسافه اللي انا مشيتها على القوس، والاس بتساوي في نوت تي بلس هاف اي تي تي سكوير. طبعا ده بفرض ان التي نوت بزيرو والاس نوت بايه؟ بزيرو. ايه ده الرولز دي انا خدتها قبل كده في الستريت لاين؟ اه هي. طب مين اللي صح؟ اصل انت في الستريت لاين كنت بتقول اي في تي، اي في اس، اي في تي سكوير، فانت هنا قلت اي تي. ال ال مين فيهم صح؟ سيبوا اللقطه دي دلوقتي هفهمها لكم. الكيس الثانيه ان يكون الفي كونستانت. لو الفي ايه؟ اس كونستانت. لو الفي كونستانت يبقى الفي دوت بزيرو، يعني هتبقى الاي تي بتاعتك ايكوال زيرو. دي كده حالات مين؟ الريت اوف سبيد تشينج. طب مين تاني عايزين نعرفه؟ قال لي الاي ان. الاي ان اسمها النورمال كومبوننت، لان اسمها ايه؟ النورمال كومبوننت. النورمال كومبوننت اي ان ديت بتساوي في سكوارد على الرو. في سكوارد على الرو. طب ملهاش سبيشال كيس؟ ليها سبيشال كيس. ايه هي؟
ان انا اكون ماشي في straight line. ان انا اكون ماشي في straight line for straight line motion. تعريف الستريت لاين ان هو جزء من كيرف الرو بتاعته بانفينيتي، يعني في حاله الستريت لاين الرو بتبقى ايه؟ تبقى انفينيتي. طب لو كانت الرو انفينيتي يبقى الفي سكويرد على انفينيتي، فتبقى الان بكام؟ تبقى الان ايكوال زيرو. يبقى انا هنا عندي مره الاي تي كانت بزيرو لما كانت كونستنت سبيد، ومره ثانيه الان كانت بزيرو لما كنت ماشي في ايه؟ لما كنت ماشي في ستريت لاين. طب دلوقتي الاكسلريشن نفسها، الاكسلريشن نفسها ليها ماجنيتيود وليها دايركشن، ليها ماجنيتيود وليها دايركشن. بالنسبه للماجنيتيود هقول ان الاكسلريشن عباره عن الاي تي سكويرد بلس الاي ان سكويرد، كل ده ايه؟ تحت الروت. جبت فاليو. طب والدايركشن؟ قال الدايركشن هيبقى تان ماينس 1 الاي نورمال على الاي تانجنت. بس خلي بالك ان السيتا ديت انجل بتوين الاي اند التي كاب اور الاي تي، مش فارقه اقول تي كاب او ايه او اي تي. اخر حاجه تخيلوا كده، لو انا كنت ماشي in straight line، straight line with constant speed، لو انا كنت ماشي في straight line in with constant speed. طبعا straight line خليت لي ال an بزيرو، وconstant speed خليت لي الـ AT بزيرو. الله، ده الاثنين بزيرو، يبقى التوتال اكسلريشن هتبقى بايه؟ بزيرو. يبقى التوتال اكسلريشن بتبقى بزيرو لما يتحقق شرطين، اكون ماشي بكونستنت سبيد واكون ماشي برضو في ايه؟ في ستريت لاين. قبل ما نبدا في المسائل، معلش انا النظر النهارده كتير قوي عشان بس الموضوع جديد عليكم. الريت اوف سبيد تشينج ديت انا عايز افهمكم منطقها. يعني هيجي في المساله يقول لي ايه اكزامبل كده، يقول لي السبيد سبيد انكريزنج ات 2 متر بير سكند سكويرد. خلي بالكوا كلمه انكريزنج دي يعني ريت اوف تشينج، في اتجاه الزياده. دي معناها ايه؟ معناها ان الـ AT بتساوي 2. خلي بالك انا قلت speed. طب لو قال لي الـ speed decreasing at 1 meter per second square، دي معناها ايه؟ معناها ان الـ AT بـ negative 1 باعتبار ان الـ V positive. طب لو قال لي الـ speed is constant، خلاص لسه قايلينها فوق اهي، لو قال لي speed is constant يبقى ال AT equal 0. دي قرايه ال AT. طب ما تيجوا نطبق كل الكلام اللي احنا قلناه ده على example. example دوت بيقول لي ايه؟ بيقول لي when the skier reaches point A، فين point A ديت؟ اهي دي point A. Along the parabolic path، مديني الايكويشن بتاعت البارابوليك باث اهي. ادي الايكويشن اهي، مش عارف انتوا شايفينها ولا لا. تعالوا نكتبها تاني. الواي بتساوي اكس سكوير ديفايدد باي 20 باث ايكويشن. بيقول لي كمان ان السبيد بستة اهي، السبيد بتساوي 6 which is increasing at 2 meter per second square. لسه كاتبينها فوق، يعني كده الاي تي. Determine the direction of the velocity، انا عايز يعرف الابساي.
وكمان هات لي الدايركشن والماجنيتيود بتاعت الاكسلريشن. بيقول لي اهمل حجم الراجل، طبعا هو بيقول لي اهمل حجم الراجل عشان ما اعتبروش كريجيد بادي، اعتبره بارتكل يعني، مش موضوعنا في الكورس ده. طيب تعالوا نترجم تاني، ترجمة تاني. بيقول لي ايه؟ بيقول لي خلي بالك ده الفي ات لوكيشن ايه، ومديني المعلومات كلها عند ايه. ايه يا سيدي؟ قال لي الفي اي كانت بتساوي 6 متر بير سكند، وايه كمان؟ وقال لي انكريزنج، يعني الاي تي بتساوي كام؟ 2 متر بير سكند سكوير. طب وعايز ايه؟ قال لي ديترمن، عايزين عايز ايه؟ الدايركشن اوف في، الدايركشن اوف في. ساعات بنقولها كده وساعات بنقول الدايركشن اوف موشن، اوف موشن يعني هو عايز الابصاي. تاني حاجه عايز الماجنيتيود والدايركشن بتاع الاكسلريشن، عايز الماجنيتيود والدايركشن اوف اكسلريشن. الحل هنا ظهرت مشكلة ما كانتش موجودة في الليكتشر اللي فاتت. ايه هي المشكلة ديت؟ ان انا بقى عندي لغتين، لغة الاكس والواي ولغة مين؟ التي والام. تعالوا كده نقسم الصفحة نصين ونشوف ايه اللي هينفع. اهي اكس واي كوردينتس. لو انا هفكر باللغة ديت المسألة تتحل ولا ما تتحلش؟ ولغة التي ان كوردينتس. تعال نشوف مين اللي هتنفع. احنا عايزين ايه؟ قال لي اول حاجة عايزين الانجل ابساي. طب الابساي ديت ليها رول؟ ليها رول. كانت تان ماينس 1 في واي على في اكس، وكانت تان ماينس 1 دي واي على دي اكس. طب معاك حاجه من دول؟ معايا طبعا. معاك ايه؟ قال انا معايا ان الواي بتساوي اكس سكويرد اوفر 20، يبقى الدي واي هتساوي ايه بقى؟ 2 اكس دي اكس على 20. يعني واضح ان الدي واي على الدي اكس بتساوي كام؟ هتساوي اكس على 10. طب الدي واي على الدي اكس عند نقطة ايه كانت بكام؟ قال لي عند نقطة ايه كانت الاكس ب 10، يبقى شيل الاكس واحطها بكام؟ ب 10، فتبقى 10 اوفر 10 يعني كام؟ يعني 1. يبقى الابساي عند ايه كانت يعني بتساوي التان ماينس 1 لل 1 اللي هي كام؟ اللي هي 45 ديجري. يبقى واضح ان انا جبت الانجل ابساي من ايه؟ من الاكس واي كوردينتس. طب هل في رول للابساي في التي ان كوردينتس؟ لا مفيش. هي نفسها تي كاب. طب انا مش عارف التي كاب. يبقى واضح ان هنا ايه؟ الريكوارد الاولاني ده مش هعرف اجيبه بلغه التي ان كوردينتس. الريكوارد الثاني يبقى احنا كده جايين دايركشن اوف في. الريكوارد الثاني ان هو عايز يجيب الماجنيتيود والدايركشن بتاع الاكسلريشن. طب ما انا لو جبت فيكتور الاكسلريشن هعرف اجيب اللي انت طالبه ده. انا في منطقه، خلي بالك انا في لغه ايه؟ الاكس والواي. فهتبقى الاكسلريشن عباره عن اي اكس اللي هي اكس دبل دوت في اتجاه الاي زائد واي دبل دوت في اتجاه الجي.
عشان اجيب الاكس دبل دوت والواي دبل دوت لازم اكون عارف الواي فانكشن في التايم او الاكس فانكشن في التايم واعملهم دريفتيف. هل انت عندنا الكلام ده؟ هل عندنا في المسألة ديت اكس او واي فانكشن في التايم؟ لا ما عندناش. يبقى مش هينفع. واحد قال لي استنى يا دكتور انا عندي طريقة. قال له اهو مش انت عندك كده ان الواي بتساوي اكس سكوير ديفايدد باي 20؟ قلت له اه. قال لي هنعمل لها درافت بالنسبة للتايم، فتبقى الواي دوت بايه بقى؟ باكس في اكس دوت على 10، ونعمل لها درافت مرة كمان فتبقى الواي دبل دوت بي اكس دوت سكوير زائد اكس اكس دبل دوت ديفايدد باي 10. قلت له ماشي، يعني ماشي الكلام جميل قوي. فين بقى؟ يعني انا عايز اجيب بقى الاكس دبل الاكس دبل دوت لوحدها والواي دبل دوت لوحدها، ما عنديش. يبقى واضح ان الطريق ده ماله؟ واضح ان الطريق ده مقفول. طب تعال نشوف طريق التي والان عشان نجاوب الريكوارد التاني. لو انا هشتغل بلغه التي والان هتبقى الاكسلريشن عباره عن اي تي تي كاب زائد اي ان ان كاب. الاي تي معانا معانا جيفن الاي تي بتساوي كام؟ بتساوي 2. يبقى انا معايا التي كاب. طب والان كاب الاي ان بتساوي ايه؟ قال لي قانونها هو في سكويرد على الرو. طب والفي معاك؟ طبعا لازم يبقى الفي عند ايه والرو عند ايه. الفي معايا بكام؟ قال لي بستة. يبقى ستة سكويرد على مين؟ على الرو عند ايه. الرو ليها قانون كده انا نسيت اقوله لكم، اهو نكتبه في صفحته. الرو ليها كام طريقة؟ يا طريقتين لو انت عايز تجيب الرو. يعني اول طريقه اللي هي مين اللي احنا الرول بتاعنا فين؟ فين الرول اللي هو كان دي اس بتساوي رو دي ابساي. يعني الرو هتبقى دي اس باي دي ابساي، ده رول. الرول الثاني انها بتساوي واحد زائد واي داش سكوارد باور 3 على 2 على مودولس الواي دبل داش. الرول ده without proof، مش عايزين نعرف مصدره ايه. يبقى ده كده رول بيجيب لي مين؟ بيجيب لي radius of curvature. طبعا ده هيفيدني جدا دلوقتي في مسألتنا. انت ازاي تنساه يا دكتور؟ اهو الرو هيساوي الرو ده تاني واحد زائد واي داش سكوارد كلهم تو ذا باور 3 اوفر 2 على مودولس الواي دبل داش. طب ما انا عندي الواي اهو، عندي الواي بتساوي اكس سكوارد على 20، يبقى الواي داش بكام؟ باكس اوفر 10. يبقى الواي دبل داش بكام؟ ب 1 اوفر ايه؟ اوفر 10. الريفتيفز عادي كلكم عارفين. فتبقى الرو عند ايه؟ هتساوي واحد الواي داش بكام؟ باكس اوفر 10 الكل سكوير. طبعا اكس ايه؟ اكس ايه؟ سكوير اوفر 10 الكل سكوير. هنا 3 على 2 كله ديفايد على كام؟ 1 اوفر 10 مودلس. طبعا مودلس عشان لو في ماينس يتقلب ايه؟ الماينس يتقلب نكتب. هنجيب من هنا مين؟ هنجيب من هنا الرو. يعني تعالوا كده نشوف الرو تطلع بكام. الرو هتطلع فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اي طلعت ب 28 تقريبا، يعني 28.28 متر. بس واضح ان انت كده جبت الاي تي وجبت الاي ان اهي. ما الاي ان هتبقى تساوي كام؟ 6 سكوارد على
28 دقيقة. اديتنا قيمة الـ ان بـ 1.273 متر بير سكند سكوير. يبقى أصبح فيكتور الأكسلريشن، تعالوا بقى نكتبه في الصفحة الجديدة، عبارة عن 2 في اتجاه التي كاب بلس 1.273 في اتجاه مين؟ في اتجاه الان كاب. هو كان عايز ايه؟ كان عايز ماجنيتيود ودايركشن. ماجنيتيود، الماجنيتيود هيبقى اي تي سكوير زائد اي ان سكوير تحت الروت، تعويض هعوض بالاثنين وبال 1.2 يدينا قيمة كده هي 2.37 متر بير سكند سكوير. طب عايزين نجيب دايركشن، ركزوا بقى معايا في حته الدايركشن دي. دايركشن احنا قلنا انجل ثيتا هتساوي كام؟ تان ماينس 1 اي ان على اي تي، يعني تان ماينس 1 اللي ان ب 1.273 والاي تي ب 2 يدينا كده انجل تقريبا 32 ديجري. خلي بالكم ان الانجل دي ما بين مين ومين؟ الانجل ديت بتوين الاي اند مين؟ اند التي كاب. هل ده هو الدايركشن؟ لا مش هو ده الدايركشن. طب ايه هو الدايركشن؟ بصوا كده الدايركشن هيتحدد ازاي. ادي لاين، اول حاجه نرسم التي كاب. يا دكتور التي كاب كان مرسوم بانجل 45، التي كاب كان مرسوم بانجل 45 اهو تقريبا، يعني ده كده كان التي كاب، كانت الانجل ديت 45 ديجري، احنا لسه حاسبينها. يعني معنى كده ان انا لما ارسم التي كاب الاي تي هرسم الاي تي كده اهو. انت قلت لي ان الانجل دي ما بين مين ومين؟ ما بين الاي والتي كاب. طبعا الاي تي كده مع التي كاب واللي ان رايحه للسنتر اوف كيرفيتشر، يعني الان هتبقى كده. يبقى الاي نفسها فين؟ اهي حاجه ما بينهم كده، ادي الاي. انت بقى بتقول لي ان الانجل ما بين الاي والتي كاب، ادي الاي وادي التي كاب، يبقى الانجل الصغيره ديت هي مين؟ هي ال 32 درجه. فين الدايركشن بقى بعد الرسم ده كله؟ الدايركشن من الاكس اكسس لحد ما اوصل لمكان الفيكتور اي اهو، ده كده هو الدايركشن. بكام بقى الدايركشن ده؟ هتلاقوا من الرسمه ديت ان الدايركشن بيساوي كام؟ 180 ونزود عليها ال 45 فوصلنا للتي كاب ونرجع ماينس 32، ده كده هو الدايركشن. تطلع معانا تقريبا كده ب 12.53 ديجري. طبعا احنا بنعوض بال يعني مش هي مش 32 بالظبط، هي 32.47 فتطلع معانا 12.5853. هل في سؤال لحد دلوقتي يا شباب؟ تعال نشوف المسألة ديت. في المسألة ديت بيقول لي the box travel along the industrial conveyor، ده واضح ان كان في صناديق ماشية على سير. بيقول لي البوكس ده start from rest at A، البوكس ده start from rest at A، يعني معنى كده ان velocity عند ال A equal 0 and increasing at rate كذا، مدينا ال A T بتساوي 2/10 T، واضح انها equation وال T in second. عايز ايه؟ قال لي هات لي الماجنتيود، هات لي الماجنتيود والدايركشن، سوري هات لي الماجنتيود بتاعت الاكسلريشن لما يوصل عند بي، يعني هو عايز يعرف كل الريكوارد بتاعه، عايز يعرف الاكسلريشن عند بي بكام. طبعا واضح هنا ان مفيش لخبطه في اللغات، واضح ان اللغه الوحيده هنا هي لغه النورمال اند تنجن. طيب هحلها ازاي؟ تعالوا نفكر سوا ايه الحل. أول حاجة عشان أجيب
magnitude الاكسلريشن عندي بي، هطبق الرول انها at squared زائد an squared تحت الروت. هو ده الرول بتاع الماجنيتيود. طب الات معاك؟ اه الات معايا. بكام؟ قال الات هو مديها لي باتنين من عشر، بس انا عايز عند بي يبقى في تي بي. طب والاي ان معاك؟ اللي ان قانونها في سكوارد على الرو، يبقى انا عايز الفلوسيتي عند بي وعايز كمان الرو عند بي. واضح ان هنا في مشكله. المشكله ان انت ما عندكش التايم بتاع نقطه بي مش عندك، والفلوسيتي بتاعت نقطه بي مش عندك. انت ايه اللي عندك؟ قال انا كل اللي عندي التايم بتاع نقطه A انه بزيرو، والفلوسيتي بتاعت نقطه A انها بزيرو. قال لي يبقى لازم تروح من هنا لهنا. الطريق ما بين مكانين او زمانين بيبقى من خلال التكاب، سوري، من خلال الاي تي، من خلال الاي تي دايما. عشان تروح من انستنت لانستنت يبقى من خلال الاي تي. يعني ايه؟ قال لي انت عندك ان الاي تي كايكويشن هي 2 من 10 تي. قلت له اه. قال لي طب ما تعمل انتجريشن فيدي لك الفي ات اني تايم، يعني الفي هنا هتساوي كام؟ 2 من 10 تي سكوارد على 2 بلس في نوت اللي هو كونستنت الانتجريشن، والفي نوت بزيرو. يبقى طلعنا بايه؟ طلعنا بان الفي بتساوي 1 من 10 تي سكوارد. طب ما تعمل لها انتجريشن مره كمان، تدي لك ايه؟ تديني الاس، هتساوي كام؟ 1 من 10 في تي باور 3 على 3 بلس اس نود. اتفقنا ان الاس نود اهي في بدايه المساله يبقى بزيرو، فدي كده بزيرو. طلعنا بايه؟ قال لي طلعنا بان الاس هتساوي 1 من 10 تي باور 3 على 3. فانا كده اصبح معايا رول للاكسلريشن، ومعايا رول للفي، ومعايا رول لمين كمان؟ للاس. طب ودول هعمل بيهم ايه؟ تعالوا كده نشوف ات لوكيشن بي. ات لوكيشن بي لازم تكون عارف اي معلومه عن البي. فاكرين قصه البروجكتايل؟ ما ينفعش تبقى النقطه كده متحدده بدون معلومه عنها. ايه المعلومه؟ واضح كده ان المعلومه هي مكانها. عايزين نجيب الطول ده كله اهو. تعالوا نسمي النقطه ديت نقطه سي. يبقى المسافه عند بي هي نفسها المسافه من الاي للسي بلس المسافه من السي للبي. المسافه من الاي للسي جيفن ب 3 متر اهي 3. طب والمسافه من السي للبي ده طول قوس، يعني 2 في باي اوفر 4. تديني الاس عند بي ب 6.14 متر بس. لو ده كده كانت ايكويشن 1، ده كده ايكويشن 2، وده ايكويشن 3. لو انا عوضت في ايكويشن 3 هقدر اجيب التايم، يبقى 6.14 هتساوي 0.1 تي بي باور 3 ديفايدد باي 3. من هنا جبنا التايم بتاع نقطه بي. يطلع بكام بقى تايم نقطه بي؟ هيطلع تقريبا كده ب 5.69 سكند. جبت التايم، يبقى جبت كل حاجه. جبت الاي تي هتساوي كام بقى؟ هتساوي ال 0.2 مضروبه في ال 5.69. واقدر اجيب الفي، يعني ده كده كان ايكويشن 1. طب في ايكويشن 2 هقدر اجيب الفي عند بي، تبقى 0.1 في 5.69 الايه الكل سكوارد. ومن هنا اقدر اجيب الايه الاي ان انها في بي سكوارد اللي انا جبتها. هنروح عند بي بكام؟ باتنين اهي على 2. من هنا جبت الاكسلريشن عند بي اللي هو عايزها متر بير سكند سكوارد. فكره تانية، تعالوا نمسك ديت المساله دي. مسألة بروجكتايل كنا حليناها سوا
بس هنا انا طالب ريكوايرد جديد، بيقول لي جولف بول از ستراك ويز فيلوسيتي 20 as shown in the figure determine the time، عايز يعرف التايم when the ball travels parallel to the inclined plane. انا كنت طلبته منكم ديت، لكن طبعا انتوا اكيد ولا فكرتوا فيها اصلا. رمضان مع اونلاين مع كلام كده كتير، يعني ربنا يستر الدرجات هتورينا بقى. Also ال n cap ارس هات لنا ال n cap وال t cap of the acceleration at this time، يعني هو الراجل عايز يعرف التايم بكام، وعايز يعرف ال et بكام، وعايز يعرف ال an بكام. امتى الكلام ده كله؟ لما تكون ال ve parallel لمين؟ لل inclined. سر حل المساله ديت هي كلمه parallel to the inclined ديت. طبعا احنا كبروجكتايل بنرسم الاكس والواي، البروجكتايل ما تفهمش غير الاكس والواي، اهو ادي اكس وادي الواي. فين المكان اللي هيبقى فيه parallel؟ اعتقد تقريبا هنا كده اهي. بص رسمت الفي ازاي، دي نقطه دي مثلا، رسمت الفي parallel لمين؟ للانكلاين. عارفين يعني ايه في parallel inclined؟ يعني سيم انجل، دي معناها سيم انجل، نفس الانجل. طب هي الانجل بتاع الانكلاين دي كام؟ قال لي كانت 10، يعني معنى كده ان الفي اللي مرسومه ديت هي كمان هتميل بكام؟ هتميل ب 10، هتميل ب 10 ديجري. ايه ده؟ يعني انا معايا دلوقتي الفي في المكان دوت بتميل على الاكس والواي ب 10 ديجري. قلت له اه. قال لي طب ما خلاص، ما انا ممكن اكتبها كفيكتور. تعال نكتبها كفيكتور، هتبقى الفي بتساوي في كوساين 10 باتجاه الاي زائد في ساين 10 في اتجاه الجي. قلت له تمام. قال لي طب ما انا عارف من البروجكتايل ان دي عباره عن في اكس اي زائد في واي جي. قلت له تمام. قال لي طب ما تيجي يا دكتور نساوي القوانين ببعضها. قلت له يعني ايه؟ قال لي اصل الفي اكس ديت انا عارف ان هي في نود كوساين الفا، فاكرين بقى قوانين البروجكتايل. طب والفي واي؟ قال لي الفي واي ديت كانت عباره عن في نود ساين الفا ماينس جي في تي. اهو ده قانون الاكس وده قانون الواي، وده فيكتور وده فيكتور، فنساوي الاي بالاي والجي بالجي. لو سويت الاي دايركشن هلاقي ان الاي من هنا بكام؟ بفي كوزاين الفا، والاي من هنا بفي نود سوري هنا كانت في كوزاين 10 وهنا كانت في نود كوزاين الفا، المفروض دول يبقوا قد بعض. يعني المفروض ان الفي كوزاين 10 تساوي الفي نود كوزاين ايه؟ كوزاين الفا. خلي بالكم ان الفي دي كان الفي نقطة دي يبقى في نقطة دي. طيب معاك ايه؟ قال لي والله انا معايا الفي نوت بكام؟ ب20. طب والالفا بكام؟ كنا جبناها 10 بلس 45 اللي هي كانت 55 ديجري. يبقى من هنا الفيلوستي بتاعت الدي عبارة عن كام بقى؟ 20 كوساين 55 ديفايدد باي كوساين 10. يبقى انا كده جبت مين؟ جبت الفيلوستي عند الدي. طب ايه كمان؟ هتطلع تقريبا كده ب 11.65 متر بير سكند. قال لي طب ما تيجي كمان نساوي في اتجاه الجي دايركشن.
يطلع ب 1.4 سكند. يبقى انا كده جبت له الايه التايم بتاع نقطة دي. جبنا له دكتور، اول سي. نعم دكتور هو صوت حضرتك كان قطع وحاجات ظهرت مرة واحدة. ايوه صوت حضرتك قطع يا دكتور، ما سمعناش أي حاجة من اللي فات ده، انهي اللي فات بالظبط، انهي حتة؟ من بعد الحتة بتاعت الـ V cosine 10 و I V cosine 10 J. اللي هو من بعد كتابة الفيكتور يعني. أيوة صوت حضرتك قطع وما شفناش أي حاجة. واخده نفس الانجل بتاعت الانكلاين. طب الانكلاين كان بيميل ب 10، يبقى الفي هي كمان بتميل ب 10. فقمت ماسك الفي دي ديت وعملت لها ريزوليوشن على الاكس والواي، اديتني ايه؟ اديتني في دي كوزاين 10 وفي دي ساين 10. طب ما هم البروجكتايل في اتجاه الاي بيبقى اسمها في اكس وفي اتجاه الجي اسمها في واي. الفي اكس قانونها ايه؟ قانونها في نوت كوزاين الفا، قانون البروجكتايل. طب والفي واي هي في نوت ساين الفا ماينس جي في تي. طب ما هو ده الفيكتور هو نفسه، يعني الفيكتور اللي فوق ده هو نفسه الفيكتور اللي تحت، يبقى الاي لازم تساوي الاي والجي لازم تساوي الجي. فانا لما سويت الاي بالاي، الاي من فوق كانت في دي كوزاين 10، طب ومن تحت كانت ايه؟ كانت في نوت كوزاين الفا. طب الفي نوت بكام؟ ب 20 جيفن اهي ب 20، والالفا بكام؟ اهي كانت 45 بلس 10 فادتني 55، بقى الانون هو الفي دي جبتها 11.6. بعد كده سويت الجي بالجي، الجي من فوق بفي دي ساين 10 ومن تحت في نوت ساين الفا ماينس جي في تي. طبعا تي زمن نقطه دي اللي احنا حطيناها فوق ديت في الكيرف. من هنا جبنا التايم نقطه ايه؟ نقطة دي. يبقى أنا كده جبت التايم اللي عنده كان البروجكتايل بارلل للإنكلاين. طب الريكوارد التاني هو كان عايز الـ AT والـ AN، كان عايز الـ AT والـ AN. خلي بالكم دي مسألة بروجكتايل، دي مسألة بروجكتايل. فبصوا بقى هنحلها ازاي. أول حاجة هنرسم الفي at the selected location، هنرسم الفي at the selected location. طب هو عايزها لما كانت parallel، خلاص يبقى ادي الفي كانت كده اهو. يلا نرسم الفي اهو، ادي الفي كانت بتميل بزاوية كام؟ كانت بتميل بزاوية 10 اهو، ادي ال 10 دي اول خطوة. تاني خطوة ستيب 2، قال لي ارسم التي كاب مع الفي. حاضر، ادي التي كاب مع الفي. الخطوة الثالثة ارسم الان كاب نورمال للتي كاب توورد ذا سنتر اوف كيرفيتشر. طيب حاضر، هنشوف اخرتها اهو. رسمته اهو نورمال وارسمه لتحت عشان الكيرف ايه كيرفيتشر بتاعه لتحت، يبقى ادي الان كاب. الخطوة الرابعة، الخطوة الرابعة قال لي ارسم الاكسلريشن. طب دي مسألة بروجكتايل، دي مسألة بروجكتايل. في البروجكتايل الاكسلريشن بتبقى جي واتجاهها لتحت، كلنا عارفين ده. يلا ارسم الاكسلريشن ودي مسألة بروجكتايل، يبقى ادي الاكسلريشن اهي، ادي الايه. قال الخطوة الاخيرة، خطوة الخامسة resolve الاكسلريشن along التي كاب
والان كام. ريزوليوشن طبعا الانجل 10 دي تيجي هنا 10، فالريزوليوشن هيدينا، تعالى ناخد لون تاني، هتدينا كومبوننت كده وهتدينا كومبوننت هنا اهو. الاكسليشن بايه؟ الاكسليشن كانت جي، كانت جي. يبقى معنى كده ان الكومبوننت ده هو جي كوساين 10، والكومبوننت اللي هنا هو جي ساين 10. طب ما تيجي نكتبها كفيكتور، لو جينا كتبناها كفيكتور هتبقى الاكسلريشن عباره عن في اتجاه التي كاب، خلي بالكم ان الجي ساين 10 جت عكس التي كاب، فيبقى ماينس جي ساين 10 في اتجاه التي كاب بلس جي كوساين 10 في اتجاه الان كاب. انا فاكر قانون الاكسلريشن كان كان ايه؟ كان اي تي وي ان، كان اي تي تي كاب زائد اي ان ان كاب. طبعا لو سوينا في اتجاه التي كاب هيبقى الاي تي بكام بقى؟ بماينس جي ساين 10. طبعا جي ب 9.81 يبقى 9.81 ساين 10. ولو سويت في اتجاه الان كاب هيبقى الاي ان بجي كوساين 10. طب افرض بقى رخمت اكتر وطلبت منك الريديوس اوف كيرفيتشر، طلبت منك الريديوس اوف كيرفيتشر هتجيبه ازاي؟ قال لي اهو سهله قوي، مش الاي ان احنا جبناها بجي كوساين 10؟ قلت له اه. قال لي طب ما الاي ان دي عباره عن في سكوارد على الرو، في دي في عند دي والرو عند دي هتساوي جي كوساين 10. قلت له تمام. قال لي طب ما هي الفي عند دي انا عارفها كانت بكام؟ كانت ب 11.6، يبقى 11.65 الكل سكوير على الرو عند دي يساوي 9.81 كوساين 10. مين الانون هنا؟ هو الرو عند دي. اقدر ايه؟ اقدر احسب. يبقى خلي بالك ان هو ممكن يطلب مني في مساله البروجكتايل الاي تي والاي ان عند اي مكان، ممكن يطلب مني الراديوس اوف كيرفيتشر عند اي مكان. هتلاقوا ان الستبس اللي انا كاتبها ديت هي الستبس اللي بتحل التوبيك دوت. اعرفوها كويس جدا، اعرفوها كويس جدا. اخر حاجه انهي بيها المحاضره النهارده، انا بس كان في هو كان في سؤال كده كنت عايز ازوده هنا في المساله ديت، فاكرينها البوكس اللي كان ماشي على سي. ايه رايكم لو انا طلبت منكم الاكسلريشن عند تايم بفور؟ يعني جيت قلت لكم كده فايند او ديتيرمن، هتقولنا الاكسلريشن بكام لما كان التايم بيساوي 4. تعالوا نحل حل غلط، تعالوا نحل حل غلط. هقول ايه؟ هقول مش الاكسلريشن ديت عباره عن الاي تي سكوير زائد الاي ان سكوير تحت روت؟ اه. طب ما هي الاكسلريشن اي تي هو مدينا ايكويشن انها 2 من 10 تي. قلت له تمام. قال لي بس يبقى 2 من 10 مضروبه في 4 يعني 6 من 10 متر بير سكند سكوير. قلت له حلوه. قال لي مش الاي ان هي في سكويرد على الرو؟ قلت له اه. قال لي طب ما هي الفي معايا معادلتها اللي هي كانت 1 من 10 تي سكويرد وهي سي دي سكويرد على الرو. قلت له تمام. قال لي يبقى 1 من 10 في التايم اللي هو ب 4 سكويرد، الكل سكويرد والرو بكام؟ تعال نجيبها لك من على الرسمه. الرو ب 2 اهي لسه موجود، الرو ب 2. يبقى انا جبت مين؟ اللي ان. يبقى انا جبت الاكسلريشن. اقول له غلط. طب ليه غلط؟ يعني الاكسلريشن زي ما جبنا الاكسلريشن بتاعت نقطه بي، اهو جبنا الاي تي وجبنا الاي ان وعملنا لهم سكوارد جبنا الاكسلريشن. انا مش فاهم فين الغلطه هنا. اقول لك الغلطه انك ما قارنتهاش بتايم نقطه سي. طب وش معنى تايم نقطه سي؟ قال لي لان انت قبل السي في ستريت لاين وبعد السي في كيرف. لما كان التايم بفور بقى انت كنت فين؟ قال لي معرفش.
لا يبقى لازم تعرف الاول. طب نعرف ازاي؟ قال لي اول ستيب جيت تايم نقطة سي. طب هجيب تايم نقطة سي ازاي؟ قال لي مش انت معاك ان الاس بتساوي 1/10 تي بار 3 على السي؟ قلت له اه. قال لي بس حط الاس بتاعت نقطة سي، كانت الاس بتاعت نقطة سي كانت 3 متر اهي، يبقى 3 هتساوي 0.1 اللي حصل. هو ليه قفل؟ انا مش عارف ليه قفل. طب كويس مفيش حاجة اتمسح. ثلاثة هتساوي هتساوي الـ 0.1 في تايم نقطة سي باور 3 ديفايدد باي 3، هتدينا تايم نقطة سي، تايم نقطة سي تقريبا هيطلع 4.48 سكند. ايه ده؟ يبقى معنى كده ان التايم بفور ده اقل من تايم نقطة سي، يبقى اذا البوكس ان ايه؟ ان ستريت لاين. لسه البوكس في الستريت لاين. طب وايه يعني في الستريت لاين؟ اقول لك لا، لو هو في الستريت لاين يبقى الـ AN بزيرو، مفيش AN، ويبقى الـ Acceleration هي الـ AT بس، اللي انت جبتها بقى من شوية اللي هي كانت كام؟ اللي هي كانت 6/10 متر بير سكند سكوير. فخلي بالك وما تندفعش وتجاوب وخلاص، لازم تتأكد انت في انهي منطقة. لو كان المسار بتاعي شوية كيرف شوية ستريت لاين، لازم اتأكد انا في الكيرف وانا ولا في الستريت لاين. واضح ان انا في المحاضرة هنا علمتكم حاجات كتيرة قوي محتاجة مذاكرة. علمتكم ان الحركة في كيرف ممكن تتوصف بالاكس والواي، ممكن تتوصف بالتي والان. المسألة ممكن تتحل بالتي والان بس، ممكن تتحل بالاكس والواي بس، ممكن تتحل بالايه؟ بالاتنين. والريزوليوشن ده في منتهى الاهمية. فينه؟ اهو. ريزوليوشن التي كاب والان كاب على الاي والجي. لان انا لما حليت اخر مساله بتاعه البروجكتايل عملت ايه؟ عملت ريزوليوشن للاكسلريشن على التي كاب والان كاب، لانها كانت في الاصل كانت ايه؟ في الاصل الاكسلريشن كانت عباره عن ماينس جي في جي، مش ده الاصل؟ لما جيت عملت لها ريزوليوشن بقت الاكسلريشن عباره عن كام؟ اهي ماينس جي ساين 10 تي كاب بلس جي كوزاين 10 ان كاب. يبقى انا وارد ان انا اريزولف الجي الاي والجي على التي والان، او التي والان على الاي والجي. مين اللي بيحكمني؟ اللي بيحكمني الانجل ابساي. طب وابساي ديت بتبقى ايه؟ دي الانجل اوف ذا تانجنت. افتكروا الكلام ده كويس كده. يبقى احنا فاضل لنا محاضرة قبل الميد تيرم ان شاء الله ناخدها الاسبوع الجاي. السلام عليكم.